البيان كان غريب جدا، وكانوا على فكرة ناويين يعملوا مؤتمر صحفي عشان يوضحوا للجمهور لماذا تعاقد نادي الزمالك مع كارتيرون. وده صراحة كان هيبقى حاجة غريبة جدا هي الأخرى، يعني كان هيبقى شيء مش متعودين عليه، ان انا بعمل مؤتمر صحفي عشان ارد بيه انا ليه جبت مدرب. طب ما انا اوريدي جبت المدرب، والمدرب خلاص مسك ولعب ماتش الترجي، والمفروض ان انا اديله مسانده. مش هفكر بقى افكر دلوقتي ازاي الم الامور جوه النادي، ما فكرش انا هرد على الجماهير ازاي بشان هذا الموضوع. هروح لخبر تاني مع نادي الزمالك، وهو هل يكون كابتن حازم امام مفاجاه انتخابات نادي الزمالك؟ ده امر هيبقى جيد للغايه. كابتن حازم امام واحد من النجوم اللي الناس كلها بتحبها، شخصيه جميله على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، واحد من اساطير نادي الزمالك. على فكره حازم امام لما كان في اودينيزي كان بيتلقب ببجو الاهرامات، وحازم امام لما طلع كان فيرجن جديد للمواهب اللي ما فيش زيها كتير في الكره المصريه، لعيب تحب الكره تروح. كل الانديه وكل الجمهور بيعشق هذا الرجل الكابتن حازم امام، وما شاء الله دلوقتي بقى عضو في البرلمان المصري، وكان عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، فمن الطبيعي ان ممكن ينزل انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك، وقد يكون على موقع الرئيس. الجديد ان ده هيبقى استكمال لماذا يحدث في النادي الاهلي. النادي الاهلي كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود خطيب من ولاد فرقه الكوره في النادي الاهلي. هل يكون الاستنساخ فرقه الكوره في نادي الزمالك؟ حد عارف يعني ايه كره قدم؟ حد عارف يعني ايه ملعب؟ استحقاقات لعيبه؟ ازاي اعمل فرقه واستقرار فني؟ حد خاض تجربه احتراف سواء في ايطاليا سواء في هولندا، وجه كان خد مع منتخب مصر بطوله كاس امم 98 ولعب كاس قارات، سي في كبير وما شاء الله ليه الكابتن حازم امام ممكن يديله دوافع. وفي الخبره الاداريه هو الراجل يعني خاض انتخابات اتحاد الكوره، وكان عضو مجلس اداره، وزي ما قلت لحضراتكم في الان في البرلمان، ودي حاجه من الحاجات اللي هتبقى مفيده جدا وجيده من وجهه نظري لنادي الزمالك. الموضوع الثاني، وده وضع او نتيجه لما يحدث جوه النادي، ان اشرف بن شرقي النجم المغربي بيبحث عن عرض خليجي في الفتره المقبله. لو استمر نادي الزمالك في نفس الامور مش هيقدر يحافظ على القوام الرئيسي من محترفيه، وخاصه لعيب المنتخبات، لان لعيب المنتخبات هو بيجيلك بيبقى عايز دايما يظهر في الصوره، عايز يلعب في منتخب بلده، عايز يكون موجود، لان عنده محترفين في اقوى انديه اوروبا معاه في المنتخب، منتخب مغربي يعني، مع هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي، يعني عنده كوكبه اللهم بارك يعني. ودلوقتي مع حليلوزيتش المدير الفني الصربي، فالدنيا بتبقى محتاجه ان هو لازم يكون موجود في الملعب ولازم يكون مستواه كويس عشان يلعب في المنتخب المغربي. فده حاجه من الحاجات اللي قد يعني يبتدي بقى وكيل اشرف بن شرقي يشوف له حاجه في الخليج عشان يظبط اموره في المرحله المقبله، خاصه انه كان بيلعب في الخليج قبل انضمامه لنادي الزمالك. نروح من نادي الزمالك لاتحاد الكوره، وكنا اتكلمنا مع حضراتكم مرارا وتكرارا عن موضوع اتحاد الكوره والازمات والمساحات وكلام كبير. امبارح كان في اجتماع في اتحاد الكوره